باسم لجنة البترول بتجمع المهندسين السوريين في تركيا، نرحب بكم من جديد بالدورة المجانية الثالثة التي تقام كل يوم أحد بنفس التوقيت للتدريب على بناء الموديل الخزني باستخدام البترول مع الخبير المهندس حسام القطيني. موعدنا مع المحاضرة السابعة التي هي تعتبر المدخل الرئيسي لهندسة المخزون في بناء الموديل، والتي تتضمن مدخلات مهندس المخزون في مدخلات المعلومات المخزونية للموديل في البترول. من المدخلات هي طبعا الخصائص الفيزيائية للصخر، ضغط الشعري وتوزع التشبع، والموائع ومدخلاتها بما فيها بي في تي. طبعا المحاضرة هاي قبل ما يبلش زميلنا مهندس عصام، هاي نقطة البداية كمهندسين مخزون لاستخدام البترول كمهندس مخزون لبناء الموديل الخزني. هون بلش الأهمية لمهندس المخزون، بتمنى من الزملاء اهتمام أكثر والتدريب أكثر والأسئلة أكثر بحيث إنه تحصل إفادة. شكرا. مع زميلنا المهندس عصام، تفضل زميلنا عصام. شكرا استاذ حسان. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. اهلا وسهلا بكل المتابعين. طبعا مثل ما ذكر استاذ حسان، اليوم محاضره سابعه من كورس ريزيرفر سيميوليشن يوزنج بترل ار اي. بالمحاضره اليوم كتاب السلام، كيفكم؟ في كلام، كيف صحتك؟ لا والله هي شغالة. نحن هلا بقول لك هي محاضرتنا. استاذ حسان انتوا على الهواء؟ انا عملت ميوت، ما في مشكلة. محاضرة اليوم روك فيزيكس فانكشنز فلويد كونتاكت اند فلويد موديل. طبعا كالعادة نحن بنبدأ بتذكير بمحاضرة المحاضرة السابقة، المحاضرة السابقة واللي قبلها المحاضرات الثلاثة اللي قبل كنا عم نحكي بشكل عام عن الأب سكيلينج. بدأنا بالكونسيبت والترمينولوجي وبعدين انتقلنا للأب سكيلينج بشكل عام. مثل ما ذكرنا المرة الماضية انه الأب سكيلينج ممكن يكون هو بداية، نحن بعد ما ناخذ الستاتيك موديل اذا بحاجه لاب سكيلينج بنعمل له اب سكيلينج، وحكينا ايمت ممكن نكون نحتاج لاب سكيلينج، وهي بشكل عام بالدرجه الاولى نحن بنأقلم مع الموديل مع الكاباسيتي اللي عندنا والوقت، بحيث انه نحكي نرنه بوقت وبما يتناسب مع الكمبيوتر اللي عندنا. طبعا وعملنا كيو سي للاب سكيلينج، وعملنا او شفنا كيف نتعامل مع الباد كواليتي جريد سيل، وعملنا كمان سكيل اب للبروبريتيز، وكمان عملنا كيو سي بالاخير للموديل. طبعا هلا عمليا مثل ما ذكر الاستاذ حسان، على الاغلب بيكون نحن محاضره اليوم هي البدايه الحقيقيه لمهندس المخزون. طبعا البدايه المهندس المخزون راح يشتغل بالبروجكت بطبيعه الحال من اليوم الاول، بس كعمل على البترول المقصود فيها هي البدايه يعني على الاغلب. اليوم راح نحكي بمحاضره اليوم عن شو هي الروك فيزكس فانكشنز، شو الغايه من هاي الفانكشنز، شو الاند بوينتس شو هي، بس نحكي تعريف عنها سريع. كابيلاري بريشر كورليشن، وكيف بنعمل ساتوريشن المهمه الاساسيه نحن هلا، كيف نعمل ساتوريشن فانكشن بالبترول، كيف بنعمل روك كومباكشن فانكشن، شو هي انواع الفلويد كونتاكت، شلون بنعمل الفلويد فانكشنز، كيف بنعمل الفلويد كونتاكت، كيف بنعمل كل هذا الكلام راح تشوفه بالبترول، واضافه له كيف نعمل فلويد كمان موديل. راح نشرح شوي، نبدا ببدايه شوي مقدمه بس نوضح بعض الشغلات على السريع. اعتقد اغلب الامور كانت مشروحه
بالكورس اللي أعطاه الأستاذ حسان عن ريزيرفر إنجينير. ما راح ندخل لذلك ما راح ندخل تفاصيل كثير في بهذا الموضوع شو هي المفاهيم اللي بتتعلق بهندسة المخزون لأنه مشروحة مسبقا, واللي ما حضر الكورس فيه يرجع بسهولة للمحاضرات لأنه متوفرة على الإنترنت. ففي بساطة جدا ممكن يرجع لها مشروحة بشكل أعتقد ممتاز يعني. فأنا رح ناوي لكل واحدة إذا كان في بوقتها شو ممكن يعني نرجع فيها ولا لا, في بحاجة إنك ترجع تتعمق أكثر ولا. وبالأخير أنت أي شخص فينا ممكن بيقدر إنه بحاجة لفهم أكثر. فهاي المعلومات اللي راح نحكيها هلا حاليا إذا بتحتاج أي معلومات أعمق عنها راح نلاقيها بكورس اللي أعطاه الأستاذ حسان, أستاذ حسان عوض طبعا. روك فيزيكس فانكشنز, هاي البداية راح تكون أول سكشن راح يكون معنا. هلا شو هي الروك فيزيكس فانكشن؟ هذا المصطلح يمكن ما تشوفه إلا بالبتريل أو بوقت تتعامل مع السيميليشن, لأن احنا مباشرة نقول أوكي سايد ريليتيف فيرميبيليتي, نتعامل مع هيك مصطلحات مباشرة. بطبيعة الحال الروك فيزيكس فانكشن تنقسم لقسمين, فانكشنز ساتوريشن فانكشنز وروك كومباكشن فانكشنز. ساتوريشن فانكشنز هي البروبريتيز اللي التابعة للساتوريشن اللي هي بالتحديد أو بشكل أدق هي الريليتيف فيرميبيليتي, لأنه بنعرف الريليتيف فيرميبيليتي تعتمد على الساتوريشن, حسب الساتوريشن تتغير الريليتيف فيرميبيليتي. والكابيلاري بريشر, هلا إذا على أقصى اليمين عندنا هون البلوت والريليتيف فيرميبيليتي معروف للجميع أعتقد بشكل العام للريليتيف فيرميبيليتي. عندنا هون مثلا الريليتيف فيرميبيليتي لل هذا السيستم هون هلا حاليا عندنا زي ما نشوف هون الجاز ساتوريشن جاز اويل سيستم هون عندنا, بينما هون عندنا وهي ريليتيف برميبيليتي للجاز وريليتيف برميبيليتي للاويل بطبيعه الحال. اما اذا كان هون عندنا مثلا ممكن يكون عندنا شبيه له تماما البلوت, واذا كان السيستم اويل ووتر كمان بنشوف عاده ساتوريشن للووتر تحت بدل الجاز, والريليتيف برميبيليتي بشكل عام بالاويل والجاز على محور الواي. الفانكشن الثاني هو الكابيلاري بريشر. كابيلاري بريشر بيكون كمان تابع للساتوريشن للووتر ساتوريشن نحن بنحطه او للساتوريشن بشكل عام. فوقت نحن بنحط الووتر ساتوريشن اذا كان الاويل ووتر سيستم معناتها وقت بنعرف كلياتنا بنعرف كلياتنا نعرف وقت بنحط الووتر ساتوريشن وقت بنقول الساتوريشن مثلا للووتر 0.8 معناتها للاويل 0.2 لانه مجموعهم 100 او 1. الفانكشن الثالث هو الروك كومباكشن, واللي هو طبعا هذا مثل ما بنعرف نحن اي مواد بالطبيعه بشكل عام بتاثر بالضغط اذا طبقنا عليها ضغط, وهي هاي ومنها هي الروك بيتغير الحجم فيها بتغير الضغط. وكمان نحن اللي بهمنا اكثر هو بالتحديد هو البوريسيتي, البورس بيت اللي موجوده بالروك كمان تتغير نتيجه تغير الضغط, والنتيجه هذا الكلام كمان تتغير الترانسميسيبيليتي للروك. لذلك نحن هون عنا ندرس هاد شغلتين transmissibility والبور سبيس بتغير البرشر, ونحن بنحطهم بمعامل اسمه بور فوليوم ملتبلاير وبور وترانسميسيبيليتي ملتبلاير. فالملتبلاير هون هو على محور الواي, هو المقصود في الملتبلاير للأويل الفوليوم للبور فوليوم يعني. ونفس الشيء كمان هو الملتبلاير تبع الترانسميسيبيليتي يعني ترانسميسيبيليتي ملتبلاير. ونشوف هون مثلا عندنا هذا البور فوليوم
ملتي بلاير كيف عم يتغير بتغير البرشر الروك البرشر المطبق على الروك. فنشوف انه هون عندنا العلاقه لينير عم تزداد بشكل لينيري مع الضغط عم يزداد الملتي بلاير, بينما بالنسبه للترانسميسيفيتي فهي ثابته في هاي الحاله اللي عندنا مثلا هي ما في الملتي بلاير واحد. هدول هالعلاقة هدول هالمعلومات هاي لازم نضيفها طبعا للبتريل واللي هي اسمها الروك كومباكشن فاكشن. طبعا شو الغاية من هاي ليش نحن بدنا اياها وليش بنحتاجها وليش بنحتاجها وبيحتاجها البتريل. طبعا ببساطه جدا مثل ما بنعرف الريليتيف بيرميبيليتي هي اللي عم تحكم عمليه الجريان بالروك. يعني نحن اي حسابات دايناميك كالكوليشن بدنا الريليتيف بيرميبيليتي باختصار. طبعا وقت بنقول كالكوليت الموبيليتي اوف بارتيكولار فيس الموبيليتي الموبيليتي معروف هي البيرميبيليتي على الريلاتيف بيرميبيليتي البيرميبيليتي لهذا الفيس على الفيسكوسيتي, فهاي هي الموبيليتي يعني او يعني بالاخير الريلاتيف بيرميبيليتي. نحن بالاساس ندخل الريلاتيف بيرميبيليتي والبتريل هو بيحسب الموبيليتي وكمان تحديد الريزيدوال ساتوريشنز نحن بنعرف كيف, وراح نجي شوي على هذا الكلام بالاند بوينت. طبعا الكابيلاري برشر داتا بنستخدمها نحن هاي مشان نحسب الفورسز اللي كمان تتحكم بحركه السوائل ونستخدمه كمان بيستخدموا هذا الكيرف راح نشوف لكيف بنعمل ديستريبيوشن للساتوريشن بالريزرفوار, لانه مثل ما بنعرف الساتوريشن بتغير بتغير كابيلاري برشر اللي هو تابع للبور سايز. هاي عندنا الجاز ساتوريشن, احنا عندنا شفنا كنا عم نشوف الريلاتيف فيربيليتي بالاويل ووتر سيستم, وهون عندنا بالجاز جاز اويل سيستم. بالنسبة للروك فيزيكس فانكشنز هاي بنحتاجها نحن بنحتاجها لنحسب كيف بيتغير مثل ما حكينا كيف بيتغير الترانسميسيبيليتي للروك وش قد عم تغير البور فوليوم وقت بيتغير البشر, لأنه هذا بيأثر على حركة السوائل بيأثر لأنه وقت مثلا تتناقص البور سبيس بتأثر على البرميبيليتي, بده يتأثر كمان. نحن في عنا ريكف درايف ميكانيزم كامل اسمه كومباكشن درايف ميكانيزم, لأنه وقت تنضغط البور سبيس هذا بيعمل مثل سكويز للفلويد كمان. فهذا كلياته هذا اذا ما عندنا احنا كيف عم بيصير هذا كيف علاقه البور سبيس والترانسميسيبيليتي مع البرشر صعب نحسب هيك شغلات, فضروريه هي الداتا لنحسب كيف تغير البور سبيس وكيف تغير الترانسميسيبيليتي. الاند بوينت مثلا بالاويل ووتر سيستم اول شيء عندنا نحن الكونيت ووتر او بيسموها الانيشال ووتر ساتوريشن او بيسموها المينيموم ووتر ساتوريشن, هذول كلياتهم تعبير واحد لنفس الشيء كله تعبير واحد. يعني نحن بنشوف بهاي البروبرتي بالتحديد هاي ما بنحكي نحددها الا من الكابيلاري بريشر كيرف, وهي هاي بتعني بالتحديد هي ال كميه او الساتوريشن بالووتر اللي نحن ما ممكن ننزل تحتها بطبيعه الحال, فهاي لذلك بسموها الريديوسبل او بسموها المينيموم. فهاي بتطالع من الكابيلاري بريشر
وممكن طبعا بعد ما نشوفها من كابيلر بشر ممكن نوقعها على على relative permeability curve مثل ما شايفين. وهاي بتقابل permeability قياس للpermeability عند اسمها relative permeability للأويل بتكون عندها هون عند بنسميها relative oil relative permeability at oil at max oil saturation. هاي النقطة بالتحديد بتكون قيمة ال permeability للأويل أعلى شيء. أعلى قيمة للأويل permeability بتكون عند هاي النقطة. طبعا هاي ما هي عادة ما موجودة إلا وقت نعمل بالمخبر يعني. القيمة الثانية عندنا هي الكريتيكال ووتر ساتوريشن. طبعا على الاغلب نحن بكثير احيان نحن بنشوف انه هدول القيمتين بياخذوها نفس الشيء. الكريتيكال احيانا ما كثير محتاج نوصل للمينيموم فبنعتبر هي الكريتيكال ووتر ساتوريشن هي المينيموم. على كل الاحوال الكريتيكال ووتر ساتوريشن هي هي بعد هذا هي القيمة اللي بعدها بيبدأ الماء بالتحرك. عندها بيكون منها من هاي النقطة وما قبل بيكون الماء ما بيتحرك. الساتوريشن الساتوريشن غير كافي. الوتر ساتوريشن غير كافي لأنه الوتر يبدأ. فهاي تعريفها هي النقطة اللي بتكون بعدها يبدأ الماء بالتحرك. وهاي بنشوفها على الكيرف مثلا هون يبدا الماء بنشوف الريليتيف بيرميبيليتي للووتر بدات عندما بدات تزيد الريليتيف بيرميبيليتي للووتر عن الصفر. هاي القيمه اللي قبلها هي قيمه الووتر الكريتيكال ووتر ساتوريشن وبتقابل على كيرف الريليتيف بيرميبيليتي للاويل هون. هاي عنا end point كمان اسمه relative permeability to water at critical oil critical water saturation مسميها K sub R O R W. هاي راح نشوفهم بالبترل بالمدخلات تبعية البترل لذلك أنا نشرحهم هلأ حاليا ونشوف وينه بالضبط لأنه هدول لازم ندخلهم بالموديل تبعنا. فهاي النقاط ضروري نعرف وين كل واحدة وشو الثاني لذلك عفرت لها أنا سلايد خاص يعني. فإذا الكريتيكال أويل ساتوريشن هي قيمة الووتر ساتوريشن اللي بعدها يبدأ الووتر بالتحرك بتقابل ريليتيف بيرميبيليتي للأويل بنسميها أويل ريليتيف بيرميبيليتي أت critical water saturation. تسمية طويلة بس هيك اسمها هاي end point. القيمة الثالثة عندنا critical oil water saturation. critical oil saturation يعني بالoil water saturation. هاي القيمة هي ما بعد أعلى منها ال relative permeability للأويل بتكون زيرو على البلوت بعدها يعني بعد هاي القيمة يكون عندنا immobile oil ما بتحرك بعد the critical oil water saturation. هاي النقطة وقت بيكون saturation للأويل أعلى من هيك أقل من هيك عفوا او الساتوريشن للوتر اعلى من هاي القيمه اللي موجوده هون اقل من القيمه هاي بالنسبه للاويل ساتوريشن. خلينا نحكي اويل ساتوريشن كريتيكال اويل ساتوريشن هي القيمه الاويل ساتوريشن اللي عندها اقل منها ما بيتحرك الوتر الاويل سوري. فلازم يكون الاويل ساتوريشن اعلى منها من هاي القيمه لحتى يبدأ بالحركة.
يعني مثلا هون عندنا تقريبا هون جاي عند الووتر ساتوريشن 0.8 معناتها الاس او الكريتيكال اس او كريتيكال اويل ساتوريشن هي 0.2 معناتها 0.2 هاي قيمة 0.2 وما دون الوتر ما بيتحرك الاويل ما بيتحرك يبدأ بالحركة إذا كان الساتوريشن للأويل أعلى من هذه القيمة أعلى من 2.2 فبنشوف هون عند الريلاتيف فيربيليتي كيرف صار على الصفر أقل أعلى منها كأويل ساتوريشن أو إذا بدنا نحكي على الوتر ساتوريشن لأنه أنت دائما خلينا نتخيل القضية صايرة كالتالي الوتر ساتوريشن الأويل ساتوريشن اللي خلينا نقول بالأحمر أبي زايد بهذا الاتجاه بينما الوتر ساتوريشن مثل ما أنا شايفين الوتر ساتوريشن أبي زايد بهذا الاتجاه فهون بالنسبة للأويل ساتوريشن زيرو هون واحد هون نحسن هيك نقول فهون بالتحديد عند هاي القيمة 0.2 فال0.2 هلا بالمثال تبعنا هون هو الكريتيكال اويل ساتوريشن كريتيكال اويل ساتوريشن اعلى من 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 هاي القيمة بيتحرك الاويل اعلى من 0.2 ساتوريشن للاويل بيتحرك الاويل اقل منه ما بيتحرك او بعبارة ثانية إذا كانت الووتر ساتوريشن أعلى من 0.8 فالأويل ما بيتحرك مربكي شوي بس وقف عند البلوت وفكر فيها واضح جدا أنه الريلاتيف بيرميبيليتي هون كيرف هذا للأويل الريلاتيف بيرميبيليتي صارت زيرو عند هاي القيمة تمام؟ زيرو الاويل ما عم يتحرك عندما بتكون الساتوريشن للوتر 0.8 او الاويل ساتوريشن 0.2 وهاي الاويل 0.2 اويل ساتوريشن عند هاي القيمه 0.2 هاي بنسميها الكريتيكال الماكسيموم ووتر ساتوريشن هي اعلى قيمه ممكن يتواجد فيها الووتر ساتوريشن وهي واحد طبعا ممكن تكون نظريه يعني ممكن بتوصل للواحد بمنطقه الووتر طبعا ممكن توصل للواحد بس الأويل ما ممكن توصل للواحد إذا ملاحظين أنه الوتر ساتوريشن هون عندنا قراءة ممكن تضل ممكن تضل الوتر لا تصير 100% ووتر هاي بمنطقة الأويل الوتر بس صارت 100% صارت كلها ووتر بينما إحنا ما في عندنا شيء هون بكيرف هذا الكيرف ينتهي هون لأنه عمليا مستحيل نلاقي 100% أويل ريزرفوار 100% اويل لازم يكون في هو القيمه في ووتر ساتوريشن اللي سميناها هاي مينيموم هاي اقل شيء ممكن نوجد فيه تمام ان شاء الله تكون مفهومين هدول اعتقد انا توسعت فيهم شوي بس رغم انه ما كنت ناوي اتوسع فيهم هيك لانه اعتقد انشرحهم الاستاذ حسان انا شفتهم بشكل جيد وفيكم ترجعوا كمان لتفاصيل اكثر لمحاضرات الأستاذ حسان ما بذكر أنا شو أدرق المحاضرة ولكن حتى عنهم الأستاذ حسان بشكل جيد ننتقل للغاز أويل سيستم كمان بالغاز أويل سيستم عندنا بعض كمان قيم هاي إند بوينت اللي هي كونية غاز ساتوريشن على الأغلب هاي كونية غاز ساتوريشن بتكون صفر ما الغاز ما صعب بال conventional reservoir نحن ما بنلاقي والله كنيتو غاز ساتوريشن هذاك بال unconventional هذاك قضية ثانية فهاي القيمة عادة بتكون زيرو كنيت غاز ساتوريشن وهي بتقابل قيمة هي الريليتيف طبعا هون عم نحكي عن اويل غاز سيستم او غاز اويل سيستم نفس الشيء بتكون الريليتيف بيرميبيليتي للاويل عند اعلى قيمة
قيمة العليا يعني. Critical gas saturation عندما يبدأ الغاز بالتحرك، هاي القيمة بنسميها critical gas saturation، يبدأ عند أعلى منها يبدأ الغاز بالتحرك، هاي ما بين القيمتين هدول هذا الغاز بنسميه الترابيد غاز، محجوز غاز محتجز، لانه اصلا ما بيكون كونكتد، ان الغاز ما بيعمل ما بيكون كونكتد مع الوتر، لذلك بسموه تراب غاز. عند بتقابل قيمه الكريتيكال غاز ساتوريشن قيمه للاويل برميبيليتي بنسميها اويل برميبيليتي ات كونيت ووتر ساتوريشن، كريتيكال غاز ساتوريشن سوري، وهاي بنسميها K sub R O R G، هاي بنشوفها بالبتريل. عندنا قيمة ثالثة هي الـ critical oil gas saturation، هلا يعني critical oil saturation بوجود الغاز، هاي القيمة ما بعد يعني ادنى من قيمه، هاي عم تحكي عن اويل ساتوريشن، اذا كانت قيمه الاويل ساتوريشن اقل من هيك الاويل ساتوريشن ما بتحرك، الاويل ما بتحرك، الاويل فيس ما بتحرك، بتكون الريزد برميبيليتي للاويل فيس زيرو، برميبيليتي ما بعد يتحرك اذا كانت الساتوريشن تبعيه الاويل اقل من هيك، فهي ادنى قيمه ممكن يبدا يتحرق الغاز او الاويل يتحرك فيه بالأويل جاز سيستم. الماكسيموم جاز ساتوريشن طبعا هاي الموبيل الموبيل أويل، وتقابل أن تقابل الجاز ساتوريشن، جاز ساتوريشن ما بصير كمان ما بصير واحد، بتكون أقل من واحد، ممكن يكون طبعا لأنه دائما دائما في مي، وبالتالي يعني هاي قيمة الجاز إس زي خطأ زي يعني المفترض تكون هون بتقابل هاي القراءة، فهي أقل من الواحد بطبيعة الغاز بطبيعة الحال، لأنه دائما دائما حتى لو كان الغاز أويل سيستم بس في ووتر ساتوريشن، ووتر دائما موجود، أقل شيء بالمينيموم ساتوريشن اللي القيمة اللي شفناها SW minimum أو اللي بيسموها الريديوسبل أو الكونيت ووتر، هذول تسمية ثلاثة طبعا. هذول الاند بوينت، هذول راح نشوفهم وقت لما نعمل الفيزيكس فانكشن، هذول ضروري. في شغلة عندنا ثانية كمان جي فانكشن، جي فانكشن كمان راح نشوفه وقت نحن بدنا ندخل اذا كان ردنا نعمل جي فانكشن، لانه هذا خيار على كل الاحوال. في شيء في احد الخيارات بيكون محتاج لندخل شيء اسمه جي فانكشن بارامترز، بالبارامترز هدول بارامترز في عندنا شغلتين، باور فور بوروسيتي تيرم والباور فور برميبيليتي تيرم، هدول بالتحديد جايين من 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 العلاقه الاساس اللي بتعرف الجي فانكشن، اللي هي العلاقه بين الجي فانكشن والكابيلاري بريشر وال الركب بروبابيلتيز والفلويد او فلويد ركب بروبابيلتيز كمان، اللي هي ال سيرفيس تنشن والزاوية ما بين زاوية كونتاكت انجل بين الفلويد والروك، فهاي العلاقة معروفة اعتقد مفترض للجميع، هي اساسا بتعرف الجي فانكشن، ممكن نكتبها بطريقة ثانية بهالشكل، بدل ما نكتب الروك السكوير روت بهالشكل، ممكن نكتبه بشكل اس 0.5 نفس الشيء، هذا مكافئ لهذا الشكل،
وجنراليزيشن كجنرال يعني اذا نعمل جنراليزيشن للمعادله ممكن نستبدل ال 0.5 بمعامل عام الفا مثلا سميناه وبيتا للبوروسيتي وهذا سميناه الالفا مثلا سميناها الباور فور بيرميبيليتي تيرم باور فور بيرميبيليتي تيرم وباور فور بيرميبيليتي تيرم هو الالفا والبيتا هذول اللي بالمعادلات تماما هذول هن هذول عاده قيمتهم مثل ما احنا شايفين احنا اصلا هن بالديفولت بيكونوا 0.5 بس يعني ممكن يكونوا نعمل تيون عليهم تغيير شيء بسيط او نعمل ماتش معين فهاد هدول هني هلا راح نشوفهم راح نشوف شو راح نمر عليهم فمسبقا احنا حكينا انه هاي الباور فور بوريستي تيرم والباور فور بيرميزيتي تيرم هلا عرفناهم شو هن ان شاء الله في عندنا شغله ثانيه تتعلق بالكابيلاري بريشر كورليشن اذا استخدمنا هاي الطريقه راح يمر معنا كمان بعض البارامترات وقت بدنا نشتغلون نفهمون قبل ما نشتغلون بالبترل بيستخدم لنعمل اذا بدنا نحسب الكابيلاري بريشر كورليشن بيستخدم كورليشن اسمه بروكس اند كوري في اكثر من كورليشن لحساب البريشر بس بالبترل راح نشوف انه بيستخدم هذا هاي النوع من الكورليشن وبهذا الكورليشن في بارامتر بيطلبها هون هدول من الكوري الكوري بروك بروكس اند كوري كورليشن ممكن 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 يطلبون هون طبعا في بارامترات هاي البارامترات بنعرفها شفناها مسبقا اند بوينت الاند بوينت اضافي لل مثلا اس دبليو مينيمم ان هاي من اند بوينت WCR critical water saturation هدول end points وبيطلب الكوري للغاز وبيطلب هاي وقت بده نحسب الريليتيف بيرميبيليتي مثلا بالاش اسمه اما بدنا نجي للوقت نجي للكابيلاري بريشر شفنا هدول البارامترات هلا راح نشوفهم هدول راح نشوف ليش حكينا عنهم هلا بالنسبه للبريشر بنشوف بالنسبه للكابيلاري بريشر كمان فينا نعمل له كورليشن ونشوف انه وقت بنعمل كورليشن راح نشوف انه بيطلب هاي البارامترات راح نشوفه ما راح نحكي كثير عنه كمان ممكن نعمل كورليشن للجي فانكشن والجي فانكشن الكورليشن المعادله كورليشن ايكويشن بتكون بالشكل هذا جي فانكشن ايكوال تو اي اي باور 2 بي اس دبليو فالجي فانكشن طبعا تابع للاس دبليو بهالشكل هذا عندنا في تو بارامترز اي وبي هدول اللي عم نحكي عليهم بال بوقت بنحكي على الجي فانكشن وقت بدنا نعمل كورليشن للجي فانكشن فهدول البارامترات بنعملهم تيون بحيث نعمل ماتش على اكسبيرمنت داتا او فيلد داتا فبيكون بيتغير قيمتهم بحيث انه نحسن ان نحصل على ماتش وقتنا طبعا معنا مثلا بريشر داتا كابيلاري بريشر اكسبيرمنت منا قايفين وبالمخبر مثلا منا عاملين سكال سبيشال كور اناليسيز فبنحتاج نعمل كورليشن احيانا ناخذ هاي القيم من الكورليشن من الكورليشن باعتبار معنا اكسبيرمنت او يعني سكال بيسموه سبيشال كور اناليسيس او ممكن تكون السبيشال كور اناليسيس ان فاليد يعني فبنرجع لهيك شغلات هلا بالروك كومباكشن فانكشن كمان عندنا كورليشنز عندنا اكثر من نوع من انواع الكورليشن كثير طبعا موجوده بالبتريل انا بحكي على البتريل طبعا كلها انا حاطط هون بس مثال عليها نيومان هي لنقول ريتارتين هي بالتحديد كلها هدول الروك كومباكشن فانكشنز بشكل عام يعني عم توجد العلاقه ما بين كومبريسيبيليتي والبوروسيتي مع كيف عم تتغير البشر يعني
والشيء المشترك بيناتهم بيكون بأنه في تقسيمات للروك، لأنه يعني مستحيل نحكي نلاقي بهيك شغلة. يعني مثلاً correlation equation بتمثل كل الروك، لذلك بتشوف أنه الأغلب بيشتغلوا بهدول بهذا المجال، قسموا الروكس لأنواع. الأغلب بنشوفهم أنه قسموهم للunconsolidated sandstone وconsolidated sandstone وconsolidated limestone. هدول بنشوفهم كثير مقسمين، لأنه على الأغلب هدول بتندرس البروبريتيز تبعهم بهذا الشكل. هذا كل 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 مجموعه لحالها، يعني مستحيل نحكي نلاقي معادله تجمع ما بين الانكونسوليديتد ساندستون والكونسوليديتد ساندستون، صعب. فلذلك عاملين نوع من الكاتيجورايزيشن مشان نحسن احصل على هيك معادلات. بعد ما شفنا هيك مقدمه سريعه شوي عن بعض الشرح البسيط عن بعض البارامترات اللي ممكن تواجهنا هلا حاليا، بننتقل لكيف نحن هلا بدنا نعمل هاي الفانكشن. اول شيء راح نبدا طبعا بالريت اوف بيرميبيليتي. بالنسبة للـ relative permeability function دائماً نحن للـ rock physics دائماً أبداً بنروح على reservoir engineering tab أو بين، وفي عنا subgroup أو group هون عنا اسمه rock physics. شغلنا وقت بدنا عم نحكي عن rock physics function كله هون، هو عمليا يعني نحن ما راح نستعمل غير على الاغلب تو ايكونز في يعني. فنحن دائما بنوصل للروك فيزكس عن طريق ريزيرفر انجينيرينج روك فيزكس جروب، تمام. نقطة الروك فيزكس بتفتح نافذة ميك روك فيزكس فانكشن. هلا فينا نقول له اذا بدنا نعمل النيو، وفي عندنا البريسيت فينا نستخدم بريسيت مثلا ساند. في عندنا اكثر من نوع بريسيت، بس انا هون عم ناخذ مثال. فاخذنا احنا الديفولت داتا فصار عندنا الروك فيزكس فانكشن. طبعا هذا كمثال، يعني نحن دائما مو هيك يعني انه والله خذ الديفولت وخلاص. اذا ما عندنا اي شيء وعندنا ساند ما عندنا اي داتا ثانيه متوفره، ممكن نشتغل هيك يعني خلاص اوكي، ما هذا افضل موجود يعني. بس طبعا هلا مثال لنشوف نحن هلا كيف ممكن نعمل بلوت مباشره. في عندنا من كمان من روك فيزيكس في عندنا ساتوريشن بلوت، ببساطه جدا نضغط عليها بيطلع لنا البلوت. طبعا البلوت بيكون على مثل ما بنلاحظ هيك دائما هيك شغلات بتنرسم على فانكشن ويندو. فهون طبعا اوتوماتيك دغري بدل ما نروح نفتح فانكشن ويندو، ففي عندنا نحن ايكون ساتوريشن بلوتس ممكن نستعملها مباشره نختصر. فهاي هي مثل ما عم نشوف الفانكشنز الروك فيزكس فانكشن اللي هي الاويل ووتر ريليتيف بيرميبيليتي والجاز اويل ريليتيف بيرميبيليتي والجاز طبعا كابيلاري بريشر احنا ما اعطينا الداتا. هاي الريليتيف بيرميبيليتي للاويل، طبعا نحن فينا نشوف الستاتكس هاي كلها مثل ما شفنا نحن هاي المعلومات، ممكن نغير اسمها من 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 هون مثل اي اوبجكت بس للتذكير فقط. الساند كمان ممكن نغير اسمها كمان، هاي بنرجع نفتح لاحظ ممكن نرجع نفتح الفانكشنز من نفس الموديل على الساند، رايت كليك من الموديل نفسه رايت كليك ميك روك فيزكس فانكشن، نفتح نفس ال طبعا هاي بعد ما يكون عندنا الفانكشن معمول. طبعا ممكن نغير هلا بالاند وند
بالإكسبوننت سكوري إكسبوننت نشوف بس فقط مثلاً كيف يتغير معنا شكل شو بيأثر هاي الكوري إكسبوننت زي حطينا واحد اثنين مثلاً تفيك أنا هلأ بس عم حط هدول لنشوف أنه أنت مشان فيك تغير هالبارامترات هاي مشان تشوف أنه كيف بتأثر وتفهم تأثيرها على الـ على على الفانكشنز اللي عندك. أنا بنصح بأنه تشتغل نفس الشيء هيك تحط نفس الشغل وتشوف تغير وتشوف مشان تشوف كيف عم تأثر. مثلا هلأ هون وقت حطينا غيرنا الكوري صغرناها مثلا هون وقت حطينا واحد صار لينير بينما هون الاثنين مو هاي بالنسبة للوتر مو لينير ساتو على شكل كيرف نون لينير درجة الثانية. طبعا فينا نرجع نعمل واحد ثاني نيو مثلا شيلي ساند شوف اتغيرت هون هلا الديفولت طبعا الموديل تغير تغيرت البارامتر شوف القارن بيناتهم شوف الفرق بين الاويل ووتر ساتوريشن بالحالتين. طبعا هذا كله يتوع عبارة عن نسميه فيجواليزيشن نحن بنعمل الفيجواليزيشن بنشوف الموديل ولا نعمل نوع من الكيو سي كمان نتذكر هذا الكلام ما ننسى. كمان في طريقة تانية للتعديل بأنه نعمل على الموديل نفسه خلينا بس نعيدها رايت كليك على الموديل ونعمل في شيء اسمه شو سبريد شيت. هون نحن عنا بتفتح نشوف القيم كلها تتبع عنا موديلين وعنا كلها هاي الفانكشنز اللي تحت ممكن هون نعدل اي قيمه بدنا اياها سبريد شيت. لاحظ هلا مثلا هون عنا القيمه اللي عدلناها خل نشوف نلاحظ على كيف شو راح يتغير على الكيرف مثلا اعطينا بدنا 0.1 هون لقيمة الريلاتيف بيرميتي للأويل شوف أنه ارتفعت عن الصفر هون تمام كانت صفر فغيرناها بس 0.1 مثلا ممكن يكون نحن هاي القيمة ما كثير دقيقة فممكن نعدلها تمام ممكن نعمل إيديت بهالطريقة هاي تمام مبيني هلا ممكن نرجعها كمان إذا ردنا من رايت كليك على الموديل وسبريت شيت هاي رجعناها على قيمة الصفر. طبعا عفوا ممكن نعمل كوبي كمان للموديل ونعمل بيست مثل ما شفنا نحن اتفقنا انه اي بجيت كمان ممكن الناس نعمل له كوبي هلا عملنا الكوبي وراح نغير نشوف نعدل كمان هذا هو الواحد صار عندنا ثلاث دخل موديل جديد هلا راح نغير عن طريق المسارة البلوج تمام هلا هيك نغير ونشوف انه القيم بتتغير تمام نحن قلنا له اوكي فلا لانه فاتحين اذا قلنا اوكي بترجع القيم لانه بترجع لنفس القيم لازم يكون مسكر السبريد شيت ونعدل وبعدين بنشوفها من شيكة شو صارت كانت صفر هلا نشوف شو صارت هلا تعدلت معنا بس ما دام مفتوحه السبريد شيت لانه عم ترجع تاخذ نفس القيمه هلا اذا رجعناها مثلا رفعناها وغيرناها هون وفتحنا السبريد شيت بنشوفها نفس الشيء ممكن نغيرها بطريقه ثانيه بحيث انه تغير بس فقط فيرتيكالي مثل ما شفنا المحاضره الماضيه هذا الكلام بشبيه عنه يعني ما هو نفسه بس نحن فينا نعمل إيديت للبلوت بالفانكشن ويندو بهالطريقة هاي طبعا ممكن نعدل الكيرف بالطريقة اللي نحن بنشوفها مناسبة طبعا هذا إذا أحيانا بعض الحالات ممكن تتطلب هيك فلذلك يعني عم نعطيك اذا اضطريت بدك تعدل شيء بسيط بالموديل ممكن تعدله بهالطريقه او ممكن تفتح السبريد شيت نفسه وتعدل الرقم مباشره من هناك.
طبعا سبريت شيت من يمين ايش شو سبريت شيت وبتعدل يعني. هاي طريقة كيف بتعمل إيديت نحن نقول على الفانكشنز اللي عندك اللي هو اللي نحن عنا ريليتيف فيربابيليتي. كمان فينا نستخدم الانسبكتور هذا شفناه بنعرفه ما راح نوقف عنده كثير نشوف انه بنضغط اي نقطة بنشوف القيم بالضبط ايش قد بالتحديد هاي القيمة هاي النقطة رقم 4 وشو قيم الـ water saturation و relative variability وهيك. فإذا الـ inspector فينا نستخدمه كمان على هذا الصوت. هذا واحد من الاستخدامات كمان نوع من فينا كمان نحذف الموديل right click و delete طبيعي جدا بس ننتبه انه هاي العملية ما هي ما فيك تعمل عنده زائد انك اذا انت مستعمل الموديل بمكان ثاني خلص ما عاد يشتغل معك فبدك تعرف وين انت مستعمل الموديل مشان تغير هذه القضية. فحذف الحذف مو سهل طبعا بدك تنتبه على الموضوع. امبورت كمان هلا نحن فينا نعمل الموديل هاي طريقه ثانيه لنعمل فيزيكس موديل ممكن نعمل امبورت اصلا موجود اذا كان موجود عندنا نحن موجود عندنا اما موجود كموجود نتيجه نحن عاملينه على موديل ثاني من اكسل من على اكسل على اكليبس مشتغلين ومجهزين عندنا موديل عندنا ساتوريشن داتا يعني relative variability مثلا عندنا من الاسكال عندنا من المدخل ممكن كاتبينه بفورم معين ممكن نعمل له import نعمل له import مثل ما نحن تعلمنا كيف نعمل import لأي فايل يميني على الروك فيديكس نعمل right click والright click import on section import on section وبيكون مسبقا باعتبار منها شو اسمه محدد نوع الفايل فايل تايب فبنختار وين نحن مسيفين الفايل اللي عندنا من الفولدر اللي مسيفين فيه الفايل نختاره بنروح على الفولدر وبنعمل امبورت بالمهم بس عم نضيع دائما نحن موديل تمام عندنا الفانكشن روك بيجيك هوبين صار عندنا اللي عملنا انترت للامبورت للفانكشن للروك فيزيكس فانكشن وهذا شكله. هاي الطرق بشكل عام هاي الطرق اللي نحن ممكن نعمل فيها saturation function او بالتحديد relative variability function شفنا اكثر كيف ممكن نحن نعمل اما عن طريق correlation او نحن عندنا preset او عندنا ممكن دخله داتا بالسبريتشيت او ممكن نعمل import تكون عندنا على فايل جاي من إكليبس أو من أي سوفتوير تاني بتعامل مع الروك فيزيكس فانكشن الريليتيف فيزيبيليتي بيكون ممكن جاينا من السكال ريبورت كل هذا وممكن شفنا كيف نعمل إيديت على البلوت وغير بالداتا. نرجع على النوع الثاني من اللي بنسميه saturation function ان الكابيلاري بريشر والجي فانكشن هن تقريبا شيء واحد يعني او الجي فانكشن هلا بنحكي عليه بنروح يميني عندنا بنشوف انه نحن عندنا هون داخل already في عنا الوتر اويل كابيلاري بريشر بس نحن ما معمول في الداتا ليش؟ لانه احنا اصلا نرجع من الروك فيزكس نشوف نشيك ليش؟ فهذا نحن ما نحن ما لنا مختارين كابيلاري بريشر ما لنا مدخلينه اصلا يعني
فلذلك هو انعمل بس ما في اي داتا. فنحن ممكن نختار هلا مثلا كورليشن كابيلاري عشان ندخله على شكل من الكورليشن. وشفنا انه هاي الداتا شو الثاني الماكس بي سي والماكس بي سي هي ماكسيمم الكابيلاري بشر يعني اللي هي بالتحديد هاي هي تماما هاي الماكس بي سي او نعم شايفينها. وعندنا البارامترات الثانية اللي نحن نحتاجها حكينا عليها بس هاي الماكس بي سي ما حكينا فينا ما نحكي عليها. عندنا الـ AO والـ AW نشوفها بالمعادلة. هاي معادلة الكابيلاري بريشر شفناها. عندنا نفس البارامترات نحن إما أنه ناخذها إذا ما عندنا أي معلومات مثل ما حكينا بناخذها بشكل عام أو إذا كان عندنا داتا بندخلها من الداتا اللي موجودة عندنا أي معلومات أو نعمل ماتش على داتا معينة. هلا عملنا بس مشان نحافظ على الثاني عملنا موديل ثاني وفي الماله يعملنا مع شو اسمه عملنا كورليشن نشوف انه صار عندنا كابيلاري بريشر فانكشن. طبعا ديليت منا ممكن نعمله ديليت او ممكن نعمله ايديت. هذا الموديل اللي انا بس عملناه مشان تدريب يعني تغيير بالداتا ممكن نعدل بالداتا ونشوف كمان نفس الشيء. انا بنصح في هذا دائما نشوف ايش بيأثر كل هلا اذا بدنا نحن نعمل الجي فانكشن بدل الكابيلاري بشر نختار الجي فانكشن طبعا بالستان 2 نحن الموديل المختارين اللي عم نشتغل عليه هلا ستان 2. هلا صار عندنا شيء اسمه ووتر اويل جي فانكشن بدل الكابيلاري بشر وهذا الشكل بالداتا اللي موجودة عنا. طبعا يمكن شكل ما يكون مضبوط يعني هلا بس هذا نحن عم نحكي كيف نعمله بال كيف نعمله بالبتريك. بس دائما انت بدك تشيك عندك الداتا بدك تعمل ماتش مع الداتا. هذا موديل كورليشن اكويشن هي عبارة عن موديل نحن حكينا انه هو عبارة عن موديل رياضي لتعمل شيء يعني. فالداتا هاي لازم بدك تشيكها يعني تمام. فإلا إذا ما عندنا داتا خالص بكون نحن بناخذ بعين الاعتبار أنه هذا في uncertainty عالي. طبعا هيك نحن بنشتغل نفس الشيء في عنا يميني هيك بنشتغله بس كبتريل يعني. أما شو الانجينيرينج فيه هاي انا بنصح دائما انه نرجع لمحاضرات الاستاذ حسان لنشوف شو الكونسبت وكيف بينبنى وكيف بينعمل ومن وين الريسورس اللي بنجيبه. هلا هاي شغله ثانيه عندنا بالسبريد شيت ممكن نضيف الموديل نحن داتا يدويا ممكن نضيفها بالطريقة نحن بس مينة سبريد شيت وبندخل عليها ممكن نعدل الداتا أو نضيف داتا. فهذا بشكل عام هذا الكابيلاري بريشر كيف ندخل الكابيلاري بريشر كيف ندخل أول إذا بدنا نحسب بدل الكابيلاري بريشر جي فانكشن. هاي هذا بالنسبة للساتوريشن فانكشن. بالنسبة للكومباكشن فانكشن من نفس المكان في عندنا تاب ثاني اسمه compaction function وفي عندنا نفس الشيء كمان في عندنا بريست موجوده مختلفه consolidation هذول اللي حكينا عليهم موجودين يعني مسبقا بالبتريل وفي ديفولت داتا موجود عليهم في نستعمله. ونشوف انه صار عندنا موديل. طبعا الديفولت داتا احنا بس كمثال نحن عم ناخذها يعني هلا ما عم نبني موديل نهائيا.
فهذول بطبيعة الحال كمان في عنا الكوريليشن هون الكوريليشن ميثود فينا غيره مثل ما شفنا أنا حطينا النيومان بس هاي إذا غيرنا كوريليشن ميثود تغير البارامترات اللي لازم ندخلها بس بشكل عام بدنا للبشر مثلا هذا إجباري والفيرنزيليتي هذول اثنين مفروض هذا المينيموم داتا فهي تختلف حسب اختلاف ال حسب اختلاف ال الطريقه الطريقه اللي عم نستخدمها فبنشوف طبعا هون مثل ما حكينا انه كل داتا بدها الفيرنزيليتي بالتحديد الفيرنزيليتي لازم تكون موجوده او الكومبريسيفيتي اللي هي لها علاقه بالبرشر طبعا فهون عندنا مثلا حتى هو اللي غيرناها يوزر ديزاين بدنا الرف كومبريسيبيليتي والرف انتجريشن ممكن ندخل هاي اقل شيء يعني هذول عاده نحن ندخل الرف كومبريسيبيليتي على الاغلب بتكون عندنا بيكون من بي جي بي سكال بيدرسوا ناخذ الرف كومبريسيبيليتي عند بشر معين هاي المينيموم داتا على الأغلب بتكون موجودة عنا إذا كان عنا سكار ريبورت طبعا على الأغلب بس مو دائما تمام إذا كمان عملنا نفس الشيء فينا كمان نشوف ال نشوفه بالطريقة نفسها ممكن نشوف نفس الشيء ممكن نشوف سبريت شيت وممكن نعدل بالداتا اللي نحن الموجودة عندنا إذا هاي الطريقة وأعتقد هذا السؤال اللي نسأل وقت عملنا بالمحاضرة الثالثة أنه فينا نعمل إيديت مانيوالي أنه فينا طبعا هذا اللي عم نشوفه نحن المانيوالي هون فيك تغير الداتا او فيك حتى تدخل الداتا من اول جديد تحذف هاي الداتا وتدخل الداتا من اول جديد تماما مختلفه تماما كليا اذا كان عندك داتا من السكال ممكن احيانا السكال يعطيك هاي الداتا احيانا بس ما انا صراحه ما شفت السكال في هيك على الاغلب تعطيك الكومبريسيبيليتي ما في داعي ادرك لك كل ما متذكر مو على ما نتذكر انه شفت داتا بالطريقه هاي بس على الاقل بالسكال بتشوف الكومبريسيبيليتي او يعني هاي اقل شيء عند الريفرنس بريشر وهي كافيه بالاغلب طبعا فينا نعدل هذا مثل ما عم نشوف فينا نعدل كمان نفس الشيء تماما هذول الفانكشنز كلها نفس الشيء بيكون بيتشابهوا بانه بتعامل معهم يعني سبكتور تعدل على الكيرف تعدي بالسبريد شيت هدول كلها نفس العملية ممكن من ناحية الشكل الإيديت والإنسبكشنز عليهم أو الكيو سي نفس الشيء قضية واحدة الفيجواليزيشن قريب كلها من بعض نفس الشيء عفوا أستاذ عصام إذا بتحب نعمل استبيان صار ساعة عرفتك خلي تدور وانا حاطط مثل سلايد ينبهني انه وقت اعتقد يمكن هذا وقته بعد هذول الفلويد كونتاكت في عنا كويز تايم بس ما في مشكله انا عندي ما عندي مشكله اني نعمل هلا لانه خلصت انا هلا انتقلت على سكشن ثاني فينا نعمل استبيان هلا تمام شكرا الأفضل نعمله هلا باعتبار بدأ خلصنا ثاني سكشن ولا بعدين بالسكشن الثاني اللي هو فلويد كونتاكت نعمل استبيان واستراحة بنفس الوقت شوية طيب يابا أنا حأفتح الاستبيان صار ظهر عنكم المفروض هلا أساتذة الاستبيان خلال وحنكم بريك لخمس دقائق إن شاء الله أستاذ خالد؟ نعم أستاذ حسن معك يمكن يكفي مع الجزار والعود تمام 80% معنا أستاذ عصام أنا حوقف أستاذ عصام وعرضت النتائج حاليا تفضل جاهزين وقف
ايه تفضل. عفوا بالنسبه للسؤال الاول عن relative permeability and capillary pressure data is often gathered log and special core analysis from log and special core analysis data. طبعا relative permeability والcapillary pressure على الاغلب من special core analysis لكننا نحكي بالسكال, بس ممكن طبعا اذا ما كان موجود عندنا سكال نحصل عليه بطريقه ثانيه يعني. بس هذا على الأغلب من الإتكال, والجواب السؤال صح ترو. طبعاً 97% جواب صح. Capillary pressure is also used to populate the initial phase distribution and size of the transition zone. هذا السؤال صح. هلأ راح نشوفه بشكل أوضح بكتير بالمحاضرة الجاية إن شاء الله, لأنه بمحاضرة الـ initialization ومدى الـ initialization الاعتماد الأساسي بالـ initialization على هيك راح نشوفه بشكل أوضح بكثير. طبعاً 70% جاوبه صح. وأعتقد اللي حضر كورس الأستاذ حسان كمان شاف ممكن كيف capillary pressure بيأثر على transition zone. سؤال الثالث, in petrel you can generate relative permeability, rock compaction and capillary pressure based on correlation. طبعا شفناه نحن هلا انه ثلاثه ممكن نعمل فيهم correlation في البترل, relative سواء relative permeability او compaction او capillary pressure. واضف لهم كمان الفلويد موديل, ممكن هذا راح نشوف انه بنعمل له كمان في بالفترال في هاي الطريقه الكورليشن. طبعا 70% جوابه صح, لان جواب هذا السؤال ترو. السؤال الرابع الفلويد كونتاكت, هلا راح نشوفوها هسه ما حكينا عنه. الفلويد كونتاكت كان بي ديتيرمايند فروم بريشر بروفايل صح, وهذا انا متذكر تماما الاستاذ حسان اعتقد توسع فيه كمان مو بس ذكره بمحاضراته, لذلك كثير الريزيرفر انجينيرنج المفترض ان نفهم هاي كلها بنلاقيها هناك. فممكن راح نشوف ولا نذكر, نحن نذكر المصادر اللي بنحصل منها على الكونتاكت, هي واحد منهم بريشر بروفايل. فهذا السؤال جوابه صح ترو, و 88% جوابه صح. من تكفي المحاضره بالسكشن الثاني الفلويد كونتاكت. بالفلويد كونتاكت اول شيء راح نحكي عن من وين بنحدد الفلويد كونتاكت على السريع, لانه هذا موجود بكثير من المصادر يعني ما مو كثير موضوع. واعتقد مثل ما حكيت الاستاذ حسان شرحه بشكل جيد جدا. احد الوسائل او المصادر المعلومات اللي بنحضر فيها لنحدد الاويل ووتر كونتاكت هي الفلويد سامبلينج. وقت يكون ناخذ طبعا بهالطريقه هاي, طبعا الفلويد سامبلينج ممكن يكون برودكشن تيست او غير او الدريستين تيست, هذا قديم شوي تقنيه. طبعا ممكن تكونك عم ترجع لتقارير اخبار محفوره من 30 او 40 سنه, فبتشوف شيء اسمه دريستين تيست. طبعا هلا مو مجال انه اشرح شو هو يعني, بس هو يعني الجيل الاول للار اف تي, اللي هي حتى الار اف تي هلا ما هي موجوده, صار في بعدها اكس بي تي وما بعرف شو كثير, زي الاب تبع كل هالتقنيات هاي اللي هي بتلاقيها فقط هلا بالابار القديمه. تقارير ابار قديمه فيها دريل ستيم تيست بدل الار اف تي او الاكس بي تي او هالتول جاي الجديد. هاي كلها ممكن من هاي نحن عم نحكي هون على الفلويد سامبلينج. هاي كمان التول ما بس بتقيد بتقيس بريشر, بتاخذ سامبل من اكثر من محل من اعماق مختلفه ديفرنت ديبس. فمنها ممكن نقول اوكي ممكن اذا اخذنا عينه من سامبل فلويد سامبل من ديبس معين كانت ووتر, بعدين اخذنا ووتر بعدين اخذنا اويل, فبنقول اوكي هون عندنا هون الووتر زون وهون الاويل زون, وبالتالي يصير سهل علينا انه اذا كان موجود هيك عندنا شي داتا يعني. طبعا من الويل لوج معروفه يعني الساتوريشن لوج والريزستيفيتي وكثير لوج خاصه الساتوريشن والريزستيفيتي بشكل
والنيترون لوج كل هذول نحن بنعتمد من هي مصدر لانه نحدد الاويل ووتر كونتاكت. طبعا هاي بالتحديد بيتعامل مع البتروفيزيائي، ولكن مو من الصعب انك تتعامل معها انت كريزيرفر انجينير، ولازم تفهمها على الاقل تفهم المبدا تبعها. واعتقد بالجامعه بتدرس، يعني اي جامعه لازم بتدرس بتروليوم انجينير بتدرس هيك مواضيع. فهذا سهل جدا، مو صعب كثير انك تحدد باغلب الحالات، مو دائما سهل يعني. في حالات صعب جدا جدا انك تحدد فيها الاول ووتر كونتاكت، بس بشكل عام يعني وقت يكون موجود وواضح يعني مستهل جدا انه نشوفه يعني. طبعا الكور داتا، كور داتا طبيعي جدا، انت قدامك الكور ممكن تشوف انت اخذ مثلا اذا كنت محظوظ اجت بمنطقه معينه ممكن تشوف الووتر ساتوريشن والاول ساتوريشن يعني. طبعا هي بالاخير واحده من المصادر، تشوف ساتوريشن وتقيسهم وتشوف انه هون عندنا بهاي العينه في ساتوريشن مثلا ووتر، اذا كانت هون 100% ووتر فهي بمنطقه الووتر زون، ودرجه الساتوريشن بالكور، فبتعرف انت تحدد هون ترانزيشنز وهون اويل زون. طبعا البريشر بروفايل كان سؤال عليه، والبريشر بروفايل ممكن ناخده من اكثر من طريقه، اما ار اف تي او دي اس تي دريل ستيم تيست، او ممكن نحن نكون عاملين قراءات البريشر بطريقه ثانيه. هذا منه بنحسن نحصل على الاويل ووتر كونتاكت. وبس على السريع هيك لنتذكر، نحن وقت يكون عندنا مثلا نرسم، نحن ناخذ قراءات للبريشر عند اعماق مختلفه، وهالقراءات هاي ممكن ببساطة جدا طلعت الرسم شوية يعني نوصل بين النقاط ونشوف انه بهذا المستقيم مثلا ووتر جراديانت، وهون عندنا اويل جراديانت، فبنعرف انه هاي منطقة اويل وهاي منطقة ووتر، والتقاطع بيناتهم عند النقطة هاي هو الاويل ووتر كونتاكت. الاويل ووتر كونتاكت اصلا من احد تعريفه انه هو وقت بيكون الووتر بريشر يساوي الاويل بريشر. احد تعريفه كمان يعني هذا بطريقه ثانيه، انه الاويل ووتر كونتاكت هو وقت بيكون عندنا الكابيلاري بريشر يساوي الزيرو، وهي نفس العمليه لانه الكابيلاري بريشر بين البي سي اويل ووتر مثلا بيساوي الفرق ما بين البريشر للووتر والاويل. فوقت بيكونوا متساويات البريشر للووتر والاويل متساويات، او بعباره اخرى الكابيلاري بريشر يساوي زيرو، هذا هو الاويل ووتر كونتاكت، هذا بالتعريف اصلا يعني. فنحن بنعرف انه عند التقاء هذول شو اسمه، عند هذول التقاء التو لاينز هذول بتمثل الاويل جراديانت والووتر جراديانت، هذول بيكون عندنا اويل ووتر كونتاكت. فاذا كان عندنا البريشر بروفايل فعندنا معناتها نحن الاويل ووتر كونتاكت ببساطه جدا. هذا مهم كثير هذا، ونفس الشيء بالنسبه للغاز. فنحن عمليا نحن يعني هاي التقنيه بتستخدمها باكثر من طريقه، انا حابه ارجع اذكر فيها كثير لانه هاي انا شفتها من خلال شغلي في كثير ناس تجي مهندسين جداد عندهم اشكال فيها. فنحن ببساطه جدا اذا عندي البروفايل مثل ما حكينا البريشر بروفايل، ممكن حدد الكونتاكت. بس اشرح نقطه مهمه هون شوي، ولو خرجنا شوي عن طريق عن المحاضره. عندي رسمت انا بالعكس، معليش خلينا نعتبر هذا الاويل هو الازرق، انا العالم بتتلفت بعرف لذلك خلينا نقول بهذا الشكل. عندي نقطة الالتقاء مثل ما حكيت، هي نقطة الالتقاء هي الكونتاكت،
الكابيلاري بريشر هو الفرق ما بين هدول النقطتين. طبعا هون ديبس وهون بريشر. يعني انا بالنسبه لي اذا بدي ممكن من 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 الـ من البريشر بروفايل اعرف حتى الكابيلاري بريشر. يعني هلا عندي كابيلاري بريشر عند هذا الديبس هو الفرق ما بين هاي النقطة وهاي النقطة. البرشر هون وبرشر هون. برشر بالأويل وبرشر بالوتر. تمام؟ هاي شغلة. وشغلة الثانية وهي الأهم. نحن دائما أحيانا نحن كمان يعني مو شرط يكون عندي برشر بروفايل بهالشكل هذا. عندي أكثر من نقطة من نقطة وأرسم خط بيناتهم. أنا بيكفيني أحيانا شو بيكفيني نقطة واحدة لحتى أرسم خط مستقيم. بالرياضيات نحن نعرف أي خط مستقيم أي مستقيم بدي أرسمه اما بده يكون عندي نقطتين على الاقل لحتى ارسم مستقيم. هاي واحد او اثنين بده يكون عندي نقطه زائد الميل تبع المستقيم. يعني اذا انا عندي هاي النقطه مثلا وعندي الميل ميل هذا المستقيم فبعرف برسمه بحسن برسم هذا المستقيم. والميل هون بالتحديد هو معناته بالنسبه للبرشر هو الجراديانت. يعني انا عندي اذا عندي البريشر جراديانت وعندي نقطه للبريشر يعني انا نزلت كيج عند ديبث معين على الباتم هول مثلا وقريت البريشر نقطه واحده فقط. واذا عندي الجراديانت للاويل فبحسن برسم الاويل او الوتر. اذا كان انا نحن الخط الاحمر هذا عندي ووتر فبحسن اذا كان عندي قراءه عند هذا الديبث يعني عندي نقطة برشر واحدة وعندي الجراديانت للوتر فبحسن برسم الوتر برشر بروفايل أو اللاين. بينقصني ما نقطة ثانية بالأويل زون والأويل جراديانت كمان بحسن برسم الأويل بروفايل أو الأويل برشر لاين. هذا هو المقصود في بروفايل. فأنا رسمت اثنين بطبيعة الحال من إما من قراءة برشر وحدي بالوتر والوتر جراديانت. الوتر جراديانت معروف يعني أنا إذا عندي الدنسيتي يعني بحسن بحسب الجراديانت أو إذا عندي السلينتي بحسن بحسب الجراديانت. يعني هاي الشغلات ما راح نجي نشرحها حاليا يعني مفترض أنت ما مفروغ من هاي الوتر وهلأ راح نشوفه بالفلويد موديل شو هذا الكلام. أنا إذا عندي الدنسيتي يعني عندي الجراديانت. إذا عندي أو بالعكس بالنسبة للوتر أنا إذا عندي السالينيتي عندي معناته الدنسيتي وعندي الجراديانت. تمام؟ فأنا إذا ممكن أحسب الأويل ووتر كونتاكت فقط إذا كان عندي الووتر جراديانت أو الـ ABI. كمان هاي ما بننسى الـ ABI. إذا عندي الـ ABI تبعيت الأويل فهي ما نعرف نحسن نطالع الدنسيتي ونحسن نطالع وبالتالي نحسن نعرف الجراديانت. طبعا ننتبه انه كلياته هذا بالريزيرفور كونديشن لازم يكون عشان ما ننسى. نحن دائما هون عم نحكي عن الريزيرفور كونديشن. فاذا يعني الاويل ووتر كونتاكت ممكن احسن احسبه بالبريشر بروفايل. ممكن انا استنتج البريشر بروفايل استنتاج اصلا من قراءات معينه. هي بدي نقطه بريشر بكل زون نقطه وبدي الجراديانت تبع الفلويد فبحسن بطالع البريشر بروفايل ومن نقطة وبرسم التو لاينز واستنتج الاويل ووتر كونتاكت. يعني مو شرط شوف الاويل ووتر كونتاكت بعيني يعني شوفه على على اللوج لأنه أحيانا كثير ما بتشوفه وخاصة بالآبار الأولى. يعني نحكي إذا كان حفرت بير وما شفت الأويل ووتر كونتاكت. طيب إيه أوكي كان مثلا الأويل ووتر كونتاكت لسوء الحظ واقع بمنطقة في عندك مثلا إجيت بزون معينة سماكتة معتبرة 30 متر شيل وهوني أويل وهون ووتر ما في عندك شيء. يعني هون شيء ما اويل لوين هذا بنسميه نحن له تسميه مفترض الكل بيعرفه. انا عندي اويل داون تو فقط عندي هون انا شفت اويل. اعمق منطقه شفت فيها اويل مثلا كانت على 3500 فيت.
هذا مو الاويل ووتر كونتاكت، هذا بنسميه اويل داون تو. هلا راح نشوفه، معلش انا معلومات هاي مهمه لذلك توسعت فيها وقفت عندها شوي. اويل ووتر اويل داون تو، اويل داون تو ما هو الاويل ووتر كونتاكت؟ هو اعمق نقطه نحن شفنا فيها بعيننا الاويل. طيب وين الاويل ووتر كونتاكت؟ ما بنعرف، لازم يكون تحت هاي القيمه. وين ممكن نستنتجه؟ عن طريق البرشر، عن طريق قراءات تانية، او ممكن ما نعرف، هاي قضية تانية يعني. فنحن ممكن نحطه تقريبي، او اقل شيء نقول القيمة الشور هي هاي، اقل شيء عندي اويل لهون، وبعدها ممكن يكون لسه عندي 20 30 متر ما بعرف. انا ممكن ما اكون حافر اصلا البير بس لهون جاي، يعني لسه مو واصل لمنطقة الووتر، وما بعرف اذا هاي الووتر هي نفس اللي لازم تتعرض. هاي قضايا تانية تفصيلية يعني انا بدي احكي. فبيفيدنا كثير موضوع البرشر، ركز عليه. البرشر هو روح الريزرفوار، تمام؟ والبي في تي طبعا، البي في تي طبعا داتا هي اللي ناخذ منها جراديانت كمان من دنسيتي، لانه موجود بالبي في تي اي بي اي، كل هاي بي في تي داتا يعني. فالبي في تي داتا والبرشر، البرشر لازم تفهم تتعامل معه بشكل كويس. فبنجي هلا نحن بعد ما شفنا الكونتاكت وانه ممكن ناخده من اي من كثير من مصادر، مو شرط اللوج، مو شرط نشوف نشوفه على اللوج مباشرة لحتى نقول انه نحن عندنا هون الاويل ووتر كونتاكت. نجي هلا كيف بدنا نشتغل الاويل ووتر كونتاكت، كيف بدنا نضيف مو بس الاويل ووتر كونتاكت، الفلويد كونتاكت بشكل عام كيف نعملهم على الموديل، كيف نتعامل معهم بالبترل موديل، بالبترل سوري، كيف بندخل هاي المعلومات على بعد ما نكون مثلا عرفنا الكونتاكت، كيف بدنا ندخلها بالبترل يعني. طبعا من اول الكل لازم الموديل يكون اكتف، بنروح على الريزرفوار من الفلويد ريزرفوار انجينيرنج، من الفلويد كمان جروب بندخل، في عندنا شيء اسمه ميك كونتاكت. هون شغلنا احنا كلياته. ممكن نحذف شيء جاز مثلا، زي ما كان عندنا الجاز ممكن نضيفه، ممكن نضيف كونتاكت، هاي كلياتها شيء، هاي كلها خيارات موجودة عندنا. ممكن نضيف الكونتاكت. هلا راح نشوف انه نحن نحط قيمة ثابتة عندنا الاويل ووتر كونتاكت 2600 ناقص. طبعا بعد ما نضغط بنشوف انه الموديل صار عندنا شيء اسمه فلويد كونتاكت، نشوفه على 3D ويندو. هذا الاويل ووتر كونتاكت، بنضيف شو اسمه، نشوف وين بالضبط، نضيف الطبقات. هاي عندنا الهوريزونز اللي عندنا، نشوف انه الاويل ووتر كونتاكت بالاسفل، في عندنا متقاطع الفورميشن الريزيرفور معنا مع الريزيرفور كونتاكت مع الاويل ووتر كونتاكت. هلا فينا نشوف نعمل كونتاكت جديد اذا بدنا كمان، هاي اذا حبينا نعمل تو سيت. طبعا في اغراض كثيره ما راح نتوسع فيها، هاي طريقه ثانيه ممكن نضيف يعني. احنا ممكن اما نحط قيمه ثابته، او نحط بدال ما نحط ناقص 2600 نحط سيرفيس موجود. طبعا هاي له غايه ممكن نشرحها بعدين، او ما بعرف هلا يعني. انا ما بدي ادخل كثير بمواضيع ادفانس، بس ممكن هاي طريقه من طرق انه نحن ندخل هلا الاويل ووتر كونتاكت مباشره من سيرفيس عندنا. مثلا عندنا سيرفيس كونتاكت سيرفيس، انا عندي معامل سيرفيسز معينه، ممكن انا ادخله واقول له انه هذا الاويل الاويل ووتر كونتاكت مثلا، او الجاز ووتر كونتاكت، على خذ لي هذا السيرفيس، لانه بالاخير هو بهالشكل، تمام. فممكن هاي الطريقه ندخلها بدل ما ندخل 2600 ندخلها على شكل سيرفيس. بنشوف نحن عملنا شيت ثاني، طبعا خلينا الست الاولى بس مشان ما نقارن، نشوف نفس الشيء تماما، لانه انا هذا الهوريزون عامله على 2600 طبعا، او نفس الشيء عامل اويل ووتر كونتاكت على هوريزون، بس ممكن تماما يكون مختلف يعني، مو شرط يكون نفسه يعني. فانت عمليا نحن ممكن ندخل الاويل ووتر كونتاكت اما قسيمة ثابتة نقله على الديبت هاي مثل ما شفنا، او ندخلها سيرفيس
عندنا سيرفيس، قال له انه هذا السيرفيس هو الاول ووتر كونتاكت تبعه. طبعا نحذف من فينا نحذف ستيبس كمان مثل ما حكينا مثل اي اوبجكت، بس نحن لانه شو بس نفرجيكم هذا نفس الشيء ديليت، فهذا نفس الشيء لذلك نحذفه احسن. هلا ممكن نعمل سيتنجز. سيتنجز هون كثير مهم، عباره هاي عن الفيجواليزيشن، يعني نحن بدنا نشوف كيف شكل شكل الاول ووتر كونتاكت. هلا هون شايفينه على شكل سيرفيس، ممكن يكون هذا الموضوع مزعج ما بدنا نشوفه كلياته، ممكن نغير الالوان. هلا شوف الانوتيشن التسميه، نشوف هون هيك التسميه بس صغيره، لذلك بنكبر الخط شوي مثلا 100. شوف التسميه بس صارت صغيره، اول ووتر كونتاكت صار عندنا اسم، ممكن نكبره اكثر 200 مثلا نجرب، صارت اوكي ممكن يكون مقبوله هيك. الانترفال، الانترفال التسمية هاي بين بين كل 1000 متر مثلا تطلع، ممكن نحطها اكثر 2000 مثلا. كل ما بيختلف الديبس عندنا بمقدار 2000 تطلع عندنا التسمية، او التسمية كل عفوا كل 2000 متر بيناتهم بتطلع التسمية. التسمية تشمل بس الاسم، الاسم اللي هو موجود هون عندنا موجود اويل ووتر كونتاكت التسمية، فبتطلع اويل ووتر كونتاكت، ممكن نغيره تطلع غير. طبعا ممكن نشيل الفيل هوريزون، يعني ما خلي وقت بيكون هاي وقت بيكون عندنا الفيل هوريزون وتكون مختارينها، فهي بيعبي لنا اياها منطقه الوتر بلون والاويل بلون والاويل او الجاز بلون حسب الاويل او الوتر او الفلويد زون. يعني الاويل ووتر احنا حسب ما لنا مختارين ده هون، فهي الالوان هي الوان كل زون. شو كونتاكت سيرفيس ممكن نشيلها، شلنا السيرفيس وخلينا بس الكونتاكت كلاين بس فقط. ممكن نغير الالوان الوتر ونقول له فيرجيني اياها بس مشان نشوف. شوف نشوف لانه الاويل ووتر صارت لونها احمر مثل ما حطيناها نحن، والووتر الاويل زون سوري باللون الاحمر والووتر زون باللون الازرق. طبعا الالوان فينا نختارها بالطريقه اللي بدنا اياها نحن هذا، بس في على الاغلب بتكون بالشركات في ستاندرات معينه، ستاندرد معين ممكن هل يكون بالاويل بالاحمر على الاغلب. فهاي الوان حسب انت، اما تختارها انت او تختار حسب الشركه، ما عندها ستاندرات. طبعا هاي كمان فينا نشوف انفورميشن بشكل عام عن اذا كان بدنا ونغير الاسم من اويل ووتر كونتاكت مثلا لا او دبليو سي، هذا الاغلب اكتبوه بشكل مختصر او الووتر كونتاكت. هلا صار الووتر كونتاكت ظهر عندنا بدل او الووتر كونتاكت او دبليو سي. هاي عندنا كمان نحن ممكن نرجعه هون لأنه صار في متسع، ممكن نشوفه، ممكن نظهر الدبس هلا شاد جنب التسمية. هاي إعدادات مهمة، وخاصة وقت بدنا نرسم نعمل على شكل ماب ونطبعها يعني. فمهم جدا اذا هو خط مو واضح مثلا ممكن نزيد سمعه الخط عشان يوضح اكثر، مثلا نميزه اكثر للاول ووتر كونتاكت. شوف يعني اعدادات بشكل عام ممكن هاي ممكن اي ممكن يعني طبعا انا بنصح انه تفوت تشوفها
أي واحد يفوت بقى ويجرب لا صار تعرف من وين نحن نوصل لها المكان تجرب وتتدرب مشان تتعلم عليها وما تنساها يعني. تمام لأنه وقت تطلبها يعني تعرف أنه هاي ممكن نعملها بالطريقة هاي. هاي شغلات بطبيعة الحال هي نحن من هلأ بعد 2D ممكن مثل ما قلت نرسمها 2D نحن سحبنا البيم بالغلط نرجعه. هاي كمان مجال اتذكر انه كيف نغير البين مكانه. طبعا هلا عنا هون مثلا توب ريزرفوار وبدنا نعرض هلا عنا هاي الانبوت داتا انا خربطت لانه متعود حط الموديل تحت موديل البين تحت نحطه لفوق بالعكس. تمام رجع ممتاز. هلا هاي الهوريزون خلينا نعرض الاوردر كونتاكت. هاي عنا 2D يعني ماب بالاخير 2D وهاي شكل الاوردر كونتاكت. طبعا ما هو بيرفكت بس يعني انه احنا عم نفرجيك كيف ممكن تغير ب بال بال بالاعدادات تبعك بالسيتنجز. فهاي بشكل عام فيك تغير فيك تشوف الاول ووتر كونتاكت على شكل سيرفيس فيك تشوفه على شكل لاين فيك تغير حتى لون اللاين هذا مو الابيض تعمله بلون ثاني اذا حبيت بكلاته بنفس النافذه بالسيتنج. هاي اغلب الامور اللي ممكن تعملها على الاول ووتر كونتاكت. المهم عندنا نحن انه نحن عملنا عملنا الفلويد كونتاكت صار عندنا جاهز الفلويد كونتاكت لان بخلو مشان لاحقا نشوف كيف شلون راح نستعمله. طبعا الكويز عملناه ننتقل على ما بعرف اذا الوقت اخذنا بنلحق نحكي عن او ناجله للمحاضره الجاي. والله اذا بتاجله للمحاضره القادمه بفضلك تاخرنا كثير فهذا خمسه بناخذ شيء خمس دقائق اسئله كمان ايه فهذولي راح ناجله للمحاضرة الجاية فلويد موديل وراح نبدأ بالمحاضرة راح إن شاء الله المحاضرة الجاية نحكي كمان على الانيشاليزيشن. فنحن عنا فلويد موديل راح ندخل إن شاء الله الداتا كلياتها نحكي عن فلويد موديل وندخلها كلياتها لنعمل انيشاليزيشن. هلا أسئلة إن شاء الله. يعطيك ألف عافية أستاذ عصام. اللي عنده أسئلة بيرفع الأيدي أو اللي بيحب يكتب سؤاله بشكل مختصر اللي بتعلق بالمحاضرة يتفضل. أستاذ عصام في عشاب أستاذ عصام في عشاب يتفضل عم يسأل سؤال الناتشرال فراكشر ريزرفوار they always use permeability for matrix and permeability for fracture dual permeability in this case there is half core sample they calculate flow zone index. My question, why they use flow zone index permeability? هذا مو اسمه flow zone index permeability اسمه flow zone index فقط. هو كاتب flow zone index. تماما هو كاتب هاي مو بس بالفراكشر على فكره بيستعملوها بتستعملها فيك تستعملها بالموديل العادي يعني وتعمل هي لتعمل نوع من الكاتيجورايزيشن للروك بناء على الهايدروديناميك بروبرتي. فانا كريزرفوار عاده ممكن وقت احيانا ممكن استعملها وقت بدي اعمل مثلا وانا استعملتها هيك وقد اعمل اب سكيل مثلا اجمع الفورميشنز مع بعضها فباخذ بشوف الفورميشن اذا هاي هيدروليكالي متشابهه يعني تصرفها كهيدروديناميك بيهيفير متشابه فخلص بعملها زون وحده ما في داعي اعملها لانه انا وقت بالديناميك موديل بهمني كثير الديناميك بيهيفير تبع الموديل طبعا مو الجيولوجيا بيهمه تفاصيل شوي تاني
فانا انا لا بالنسبه لي بركز كريزيرفر انجينير وهذا كثير بيعطيني هذا كثير مؤشر كثير كثير ممتاز مشان انا اجمع هيك طبقات. انا بصراحه استعملته مشان هيك بالتحديد كان كثير مجدي يعني ما هو كثير صعب. انا كنت بدي اضمنه بالكورس بس ما في داعي لانه بدك تشرح شغلات ما هو كثير صعب انه اللي بيعرفه بدك ترجع تدرسه الان بدك تشرحه شو شفته هو لانه مو من الامور البيزكس يعني هاي شوي ادفانس فبدك تشرح شغلات بتتعلق بالبتروفيزيا وبالامور هاي وبعدين تعمل له كرييشن لهاي البروبريتي بالبترل وتستعمله لتعمل كاتيجورايزيشن للروكس يعني. السؤال الثاني how to calculate g function for this reservoir which permeability we use. طبعا يمكن سؤال يتبع السؤال الاول يعني how to calculate g function for this المعادله انا عرضتها اذا بتشوفها بنرجع لها بالسلايدات اذا بدك تحسبه حساب طبعا نعم السؤال على الحساب فهذه هاي بنرجع للمعادله هاي المعادله تبعه وهاي هي الابسوليوت برميبيليتي هي انه ركب هو جي فانكشن يقسم عاده حسب الفيشاس يعني مو يستخدم لكل الريزرفوار كل فيشاس لها جي فانكشن مختلف يعني يعني ساند 1 ساند 2 ساند 3 شيلي ساند هيك فبنحط جي فانكشن لكل واحد. سؤال انا ممكن اسال انه ممكن نعمل كوبي بيست للتيبلز تبع ريليتيف برمابيليتي كابيلاري بريشر فروم اكسل تو بتريل دايركتلي مو اعتقد فيك تعمله دايركتلي اعتقد انا ما جربت بصراحه بس فيك تعمل كوبي بيست مباشره او تنقلها طبعا على الاغلب ما حد قليل كثير تعمل هاي الطريقه لانه ببساطة جدا فيك تعملها كوبي بيست على النوت باد وتعملها امبورت اريح بكثير انا بالنسبه لي اريح هيك اذا كانت عندي على الاكسل داتا فيك تعملها ببساطه جدا لانه مو صعب تعملها على النوت باد وبعدين تعمل لها امبورت يعني ايمت ما بدك بس ما مشكله كمان هذا الخيار موجود انا الاكسل سبريت شيت وقت بفتحها بالسبريت شيت على الاغلب بستعملها بس شوف مثلا نقطه في عندي نقطه طلعت اب نورمال مثلا ممكن طبعا. ممكن اغيرها ممكن شيلها ممكن يعني نقطه واحده ممكن بس ما الخيار موجود يعني بطبيعه الحال فيك تدخلها بهذه الطريقه يعني مثل ما حكينا بالنسبه للاسئله ما بعرف اذا في حدا رفع ايده ما بعرف انا عندي ما هم بين لا عشان انا شايف اسئله ما بعرف اذا انت منك فاتح الاسئله لا بالشات انا فتحت الشات ما في غير هذا السؤال لا في اسئله نزلت هلا جديده ابو احمد هلا في اخر محاضره طبعا حكينا ما هي اخر محاضره what is the model initialization and how to important in reservoir modeling how is it important initialization هذا الموضوع محاضره الجاي فبنخليه للمحاضرة الجاية إن شاء الله راح نجاوبك على دول السؤالين هو شو هو الانشالايزيشن طبعا أكيد ما راح نحكي عن شغلي بدون ما نعرف شو هي راح نحكي عن شو هي الانشالايزيشن وليش نحن بنعمل انشالايزيشن المحاضرة الجاية فلذلك ممكن نأجل السؤال للمحاضرة الجاية في سؤال how we can got the fracture spacing are there logs or formula طبعا هذا خارج عن الموضوع هلا طبعا هو خارج عن الموضوع بس هذا سؤال كان موضوع كثير جدا وخاصه انه انا بشوف اسئله هي نحن من البدايه اصلا نوهنا انه هذا مو فراكشر اصلا نحن بس مو مشكله انه نجاوب على اسئله تتعلق بنفس الموضوع ما نخرج كثير سبيسنج ولا لا ما هاي بالنسبه لاسئله انا اصلا ما عندي فكره كيف لانه اعتقد البتروفيزيائي هو بيحسب فراكشر سبيسنج من اللوجز ومن فانا ما انا اصلا ازعل حتى لو بيتعلق بموضوع الكورس جوابي عليه ما بعرف بعرف انه اوكي بيحسبوه من وين ممكن يحسبوه بس كيف يحسبوه الافضل اعتقد اشرح البتروفيزيائي
ما بعرف اذا عندك فكره استاذ حسان. والله هو دائما من الساوند بلوجينج، دائما الساوند بلوجينج كنا بتحسب البروستي السنويه يعني. ايه بتعطيك معادلات. انا والله هي دائما بتروفيزياي بحسبها، انا ما سبق انه دخلت فيها والله. الجواب على هيك السؤال بنقول انه في لوج، او في لوج حتى انا بعرف، انا ما اعتقد مباشره هي، بس اكيد هي بتعتمد اكيد على حسابات اكيد. لوج في لوج بتعطيك اياها اصلا جاهزه مباشره بالبرجر، انا شفتها بتعطيك الفراكشر سبيسنج، بس على اي اساس وعلى شو وشو مدى دقه هذا الحكي، هذا ما عندي فكره انا شخصيا يعني. عم بحكي في عندنا شاب اسمه عمار قايل رفع ايده، ممكن الكنترول عندك استاذ عصام؟ انا ما بعرف اذا عندي كنترول، راح بشوف وين. ممكن تفتح والله ممكن استاذ عصام من عندك. ممكن تمام، تفضل استاذ عمار. السلام عليكم وشكرا جزيلا على جهودكم. بالنسبه للكونتاكت اويل جاز كونتاكت ووتر كونتاكت، بالنسبه للوتر بحكم ان مستوى الماء دائما واحد، فاعتقد انه بيكون رقم واحد. بالنسبه للغاز، اذا عندي مثلا في الريزرفوار تو غاز كاب، هنا كيف بتعامل معه في انشائه؟ السؤال الثاني بالنسبه للريفرنس، ايش اعتمد انا الريفرنس ديبث ريفرنس؟ هل هو مثلا خيار بالنسبه للشخص اللي بينشئ الموديل، او هناك مثلا معايير محدده؟ مثلا اذا كان السيرفيس ولا الكيك اوف بوينت ريزرفوار توب ريزرفوار او الكونتاكت هذا. وبالنسبه للبريشر ريفرنس، هل هو ريزرفوار ام البوبل بوينت؟ شكرا جزيلا. عفوا، اول شغله تصحيح انه الاويل ووتر كونتاكت ما هو وقت يكون 100% ووتر، هذا بسموه بيكون 100% ووتر ساتوريشن، هون بيكون عندنا الفري ووتر ليفل. اما الاويل ووتر كونتاكت هو بالتحديد انا هلا ممكن ناس في بعض الحالات يحطوه عند 50% ساتوريشن او اقل او اكثر، بس هو كتعريف الاصح 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 مثل ما حكيت انا، الاويل ووتر كونتاكت هو بتكون في الاويل ووتر كونتاكت بالتحديد وقت بيكون الكابيلاري بريشر يساوي الزيرو. هذا التعريف تبعه يعني. او يعني مثل ما حكينا بعباره اخرى، الاويل ووتر كونتاكت عند ما بيكون الكابيلاري بريشر للوتر يساوي الكابيلاري بريشر للاويل. يعني اما وقت بيكون هذا 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 فينا نعتبره هيك يعني. انا هذا الـ 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 هذا اللي انا اللي شايفه هو الافضل والاصح يعني، لانه في ناس ممكن تعتبره عند ال 50، في ناس تعتبره عند ال 50% باعتبار في عندنا ترانزيشن زون، لانه هذا الوقت بيكون صفر، وقت بيكون صفر بده يكون تحت ترانزيشن زون اكيد. فهذا كتعريف في كثير ناس بتعرفه او بتعرف الفري ووتر ليفل على الاساس. فهو بيختلف كونسبت يعني شوي شوي. اويل ووتر كونتاكت ما انا شفت له اكثر من تعريف بصراحه. احيانا الفري ووتر ليفل هو ال 100% او اللي عنده زيرو يعني، انا ضربت المصادر كثير بالتعريف، بس على الاغلب نحن بالنسبه لنا كنا مثلا بكل شغلنا كنا نعتبره وقت بيكون في عنا بصراحه موفبل اويل، يعني وقت بيكون تحت ما في اويل ما يعني وقت بزيد عن الـ كل شيء، وقت بزيد عن الساتوريشن عن الكريتيكال ساتوريشن، هذا نحن بنعتبره اويل ووتر كونتاكت وقت بنجري الحسابات تبعيتنا. بس وقت بنعمل بيرفوريشن هاي قضيه تختلف شوي، لانه ممكن نبعد عنه هذا المنطقه، لانه هون بيكون في هاي ووتر ساتوريشن ممكن يعملنا مشكله، فبدنا ننتبه نحن. هي المشكله يعني قضيه اشكال قائم يعني، شو وين الووتر كونتاكت. بس عند الحسابات بصراحه نحن ناخذ انا اللي مر معي يعني، على الاقل بالشركات اعتقد ممكن يختلف من شركه لشركه، الموفيبل اويل
أو أعلى شوي يعني. يعني مو شرط عند الكريتيكال بالضبط، مثلا نقول الكريتيكال أويل والله ساتوريشن 2%، ممكن ناخد 20% سوري، يعني 0.2 ممكن ناخده خلاص هون، أعلى شوي منه بحيث نبعد شوي عن اللي شو اسمه، ونعتبره أويل ووتر كونتاكت ونجري حسابات بالبتريل عادي. بس ما هو دائما هذا، يعني هذا الكلام بكل محل بنعتبره هيك، لأنه وقت بدنا نعمل برفوريشن بدنا نبعد عن هاي المنطقة. هذا الكلام حسب قدك كونزرفاتيف ولا لأنه هذا بيعطي قيمة عالية وقت أنت بتاخد الأويل ووتر كونتاكت لتحت شوي، بيعطيك قيمة عالية للتويب مثلا. بس هذا مهم جدا مثلا وقت بتعمل انهانس اويل ريكفري، يعني حتى الاويل الساتوريشن البسيط قيمته قليله، هذا بدك تاخده بعين الاعتبار. اذا المواضيع بتختلف حسب التقنيه اللي بتنتج فيها، حسب الشركه، حسب انت كونسرفاتيف ولا لا ان كونسرفاتيف، شوي متفائل كثير بدك تاخذ. بس هذا بدك تعرف انه انت عم تاخذ رقم وشو، وين بدك تحطه وشو الانسرتينيتي فيه. فيعني جوابي عن هذا الموضوع يعني هذا شوي صعب نحدد يعني، بس انا اللي مر معي اغلبه بناخده بهالشكل، بتكون فيه شوي عالي اعلى يعني، ما مو عند الكريتيكال بالضبط طبعا، يعني من 40 50 ممكن اول ووتر كونتاكت 40% لنقول كان على الاغلب هيك الرقم، ما في رقم محدد يعني، بهالحدود الاويل ساتوريشن بيكون بنعتبره اويل ووتر كونتاكت. بس كتعريف بالنسبه للبروشر، انا ليه وقت كنت عم بحكي على البروشر، على البروفايل، بروشر بروفايل، هو نقطه التقاطع هاي فيك تاخذها وقت ما بيكون عندك داتا ثانيه طبعا. طيب استاذ عصام الله يعطيك سؤال ثاني، انا نسيت شو سال. تو غاز كاب، غاز كاب الكونتاكت، يعني نفس المبدا بالاخير، يعني انت اذا عند يمكن كان عم تسال كيف بنحدده من مصدر غاز اويل ووتر كونتاكت. غاز اويل كونتاكت اسهل بكثير لانه في فرق كبير بالدنسيتي، فبيبين معك اوضح اذا كان موجود. وبنحكي نحسبه من نفس تقريبا نفس الكلام، يعني اما من البروفايل البريشر بروفايل او اللوج طبعا، او حتى من الكور باعتبار الكور انه خلص هون عندي اويل، هون ما عندي شيء غاز بيكون رايح، يعني طبعا ما عندي اويل ساتوريشن، فخلص يعني فنفس بشكل عام المبدا واحد. طبعا باللوجز التعامل معه يختلف يعني، بس يعني اصل المصدر هو اللوج، بس شو اللوجز وكيف بتعامل معه هاي تفاصيل ثانيه، هاي لانه بيختلف كيف تميز الغاز عن الاويل باللوك، بيختلف، ما احنا بنعرف هذا الكلام. بس من الاصل بالشكل عام نحكي ناخده من اللوك، نحكي ناخده من الكور، نحكي ناخده من البريشر بروفايل، نفس الاويل ووتر كونتاكت، بس هو اسهل اعتقد، الا اذا كان في كوندنسيت وهي قضيه ثانيه يعني، في شوي احيانا بيكون موضوع ضبابي يعني، بس بشكل عام جنرال يعني نحكينا هنا اسهل. هاي واحد. الأخير البرشر ريفرنس، برشر إذا عم تحكي على البرشر ديتوم شكل، هو ممكن بيتحدد إما على الأويل على الغاز كونتاكت، غاز أويل كونتاكت أو أعلى من الريزيرفوار، بده يكون قريب على الريزيرفوار قدر الإمكان بيكون أفضل. هذا بالنسبة للبرشر ديتوم. أما البرشر ريفرنس هو عم نحكي عليه اذا بتقصد عن اللي بندخله بالكومباكشن وبالشو اسمه، فهو ما هو مشكله اي قيمه، المهم انه عند هاي القيمه كان البريشر انا بعتبره واحد، اذا نزلته طبعا بيكون قريب من الريزيرفر بريشر. الافضل يكون الريزيرفر بريشر تاخده كريفرنس، الريزيرفر بريشر على شو ايسو من الديتوم تبعك اعتبار، خلص هذا ثابت، ما هو كل يوم باخذ انا ديتوم شكل. اما البريشر ريفرنس بشغله الكومباكشن ما هو كثير مشكله، لانه مشكله انه عند هذا البريشر انا اعتبرت انه هذا ريفرنس عندي، وعندي الريلاتيف فوليوم نرجع شوي على البلوك بيكون يمكن الشرح اسهل. الفوليوم الريلاتيف فوليوم بيكون واحد عند هذا البريشر، هو الافضل تاخده على قريب على الريزيرفر بشر طبعا، اذا ما كان نفس الريزيرفر بشر فما في كثير مشكله. المهم انه القصد من انه عند هذا البريشر كان الحجم بيساوي البور فوليوم بيساوي هاي القيمه،
وبعتبرها هي بقسم عليه دائما مشان احصل على الريلاتيف فوليوم، لانه اذا شفت هون انت عندك واحد قيمه واحد هون زاد عن هذا الحجم. فالريفرنس بريشر بالاختصار هو قيمه اعتباريه فيك تغيرها بعدين بموديل ثاني ما في مشكله، بس عاده مفترض تكون قريبه على الريزيرف بريشر اتل الحسابات. اما البريشر داتوم فالريفرنس داتوم بيختاروه بالبداية، وعلى الاغلب بيختاروه في طرق لاختياره، بس على الاغلب بيكون اذا كان في جاز كاب بيختاروه على الاود جاز كاب على الاود كونتاكت طبعا لانه أسهل للحسابات، أو بيكون قريب قدر الإمكان على الريزيرفوار. بس بدك تأخذ بعين الاعتبار أنه يعني نحاول نثبت الداتوم حتى بالنسبة للآبار إلى الحقول المجاورة، يعني يكون الداتوم يعني قريب على بعضه مشان إذا كان في كونكشن أو شيء. في تفاصيل كثير فيها هاي، بس يعني وقت بتختاره خلاص هذا الداتوم بريشر داتوم مفترض يثبت، لأنه دائما بدك ترجع عليه القراءات للبشر. هذا البريشر داتوم ما هو بريشر ريفرنس، في فرق بين الاثنين. خاصين ان شاء الله اليوم استاذ. والله بدنا نكتفي بهالقدر. الله يعطيك مليون عافيه استاذ عصام، بارك الله فيك. على طول استاذنا وخبيرنا المهندس عصام، شكرا لخبيرنا واستاذنا المهندس حسان على جهده كمان معنا طول الوقت متواصل معنا. المهندس خالد الف شكر لك ولكل فريق العمل، شكرا لكل المشاركين، ونلتقيكم بالاسبوع القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.